يمكن نستغل هذا من التجول بالتنفيذ بعض المشاريع بالمحافظة. تنفذ كل شيء، ايش تريد تنفذ؟ ما زال الناس شباته بالبيت، كل شيء تنفذ. ليش يعني ايش راح يخدم؟ يخدم انه الناس ما برا، حركة ماكو، سيارات ماكو، المواطن ماكو، فهذا يخدم. يخدم فرصة للدوائر، للتبليط، للمنشآت، لكل شيء يعني. فيخدم البلد. تطالبون بتنفيذ المشاريع هذه؟ اي نعم، نطالب. اي اذا هيجي هذا هو من الله، هذا شو اسمه الاباء من رب العالمين، فرصة هو. الآليات تتحرك، هذه المواطن قاعد ببيته. فالآلية تمشي براحتها، سيارات ماكو، ازدحام ماكو. المواطن ما ماكو ضجة بالبلد. مشروع المي ما كملوه ذاك ولحد الآن، لا بلطوا لا كملوا ذاك عليه، طسه والعالم تذى، بشر رايح جاية. طبعا شلون آليات تروح تجيب كيفها، قلاب اذا يجيب انقاذ او يجيب سمنت بكيف، وسع مفتوحه مفتوح حيل، يضايقون الزحام كانت، بس هسه ماكو كل حد هسه ضايقه المحلات خطيه، حتى باب رزاقهم يعني على باب الله. احنا نطالب تنفيذ المشاريع اسرع ممكن. لحد الان صار تقريبا شهرين تاركينها، هسه احنا نقدر نشتغل، انا اقدر اشيل ميات، ما حد مي ما عندنا مره، ما وضعي هاي. ما فرصه للوزارات انك تشتغل هسه؟ بلا، وليش ما فرصه؟ شو ماكو عمل، حدنا حركه ماكو، هي حركه قليله. بلا نعم، فرصه لهم، ها فرصه لهم، ايش ما يشتغلون، بس فرصه ماكو. ايش الطالب؟ والله نطالب اول شيء يسوون هاي مثلا تبليط، مثلا هاي بلطونا اياها يسوون اياها، ما سوونا اياها، هاي دم المحلات لازم يصبونها، ما يسوون عليها يصبونها، ما صبوها. هذه خدمه للصالح العام، يعني خدمه للمواطن، وبنفس الوقت تنفيذ مشاريع كانت متعطله، ويعني هاي فرصه، ممنوع التجوال، فرصه انه اهل المشاريع والدوائر الحكوميه انه تتحرك نحو خدمه هذا البلد وخدمه المواطن. حركه الاليات مالها، حركه العمال مالها تكون سهله؟ بالطبع تصير اسهل، لان سيارات مثلا ماكو، حركه الجسور تكون يعني خفيفه، ما عليها هذاك الزخم. وبنفس الوقت ايضا تنفيذ الجسور. بالطبع نحن نتمنى انه الجسور تكمل، لان ايش قد تصير عمليه تنفيذ المشاريع وبصوره اسرع تخدم الصالح العام، يعني بالاخص تخدم الايمن، العبره من الايسر على الايمن شويه زحمه، بس من تكمل الجسور تصير احسن.